إعفاء الجزائريين الذين هم دون 15 سنة والأكثر من 65 سنة من التأشيرة لدخول تركيا من أجل السياحة لمدة أقصاها 90 يوماً في كل 180 يوماً. قرار رحبت به النقابة الوطنية للوكالات السياحية تخفيفاً عن هذه الفئة للتنقل إلى تركيا. وهذا شيء جميل وهذا شيء مليح ويعني نستحسنه، لأنه من شأنه يعني إعادة إقبال الزبائن على وجهة تركيا، لكن هذا ما يكفيش، بحيث أن الناس اللي ما راهمش معنيين بهذا القرار يعني لحد الآن يعني وخاصة منذ عدة أشهر راهم يعانيوا الأمرين باش يحصلوا على التأشيرة نتاعهم. من جانبها الوكالات السياحية الجزائرية أقرت بأن القرار لا يؤثر كون الفئة العمرية المستهدفة الأقل طلبا للتأشيرة. هو قرار ما هوش راح يكون عنده أثر كبير، لأن الفئة العمرية هذه كما يقولوا قليلة بارابور للناس اللي راح تسافر، يعني اللي يسافروا أكثر إلى تركيا هما شباب من 18 سنة وانت طالع. احنا نتمناو ان شاء الله انه في المستقبل يكون الغاء التاشيره بصفه دائمه وبصفه نهائيه. قرار يخفف من عناء فئه للتنقل الى تركيا، لكنه يبقى غير مؤثر بنسبه كبيره في ظل الطلب الكبير للتاشيره من طرف الشباب البالغ.